الدكتور عبد اللطيف كومات، عميد الكلية، كلية العلوم القانونية. الآن الدبلوماسية الألمانية لها أدوار اليوم استقبال شخصية وزنة في الدبلوماسية البرلمانية العربية، السيد أحمد بن ناصر الفضالة، الذي هو في نفس الوقت رئيس مجلس الشورى القطري وأيضا رئيس جمعية أمناء البرلمانات العربية، في لقاء مع طلبة الماستر، طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين في العلوم السياسية، في القانون الدولي، في الترافع الدبلوماسي، باش يكون واحد الاحتكاك لطلبتنا مع تجارب عربية كبرى، وأيضا التمرس على يعني التدبير البرلماني وعلى برامج ويعني تجارب أخرى، وهذا أيضا كيدخل في إطار الدبلوماسية الجامعية الموازية، بحيث اليوم دور الجامعة أيضا التعريف بالتجربة المغربية وأيضا بأسس الديمقراطية المغربية كنموذج يحتذى به بين الدول العربية. اليوم إن شاء الله كاين هناك حضور وازن لأساتذة جامعيين من مختلف الجامعات المغربية، من طلبة بسلك الدكتوراه، والهدف هو يكون واحد تبادل الآراء وإغناء المعلومات الطلبة، واحد الميدان اللي كيهمنا كثيرا اللي هو الصيرورة الديمقراطية بالدول العربية بصفة عامة، وخصوصا تقديم يعني التجربة المغربية. من خلال استفسارك عن أهمية مشاركة جمعية الأمناء لهذه الندوة، طبعا لا يخفى عليكم أن مشاركتنا في تعريف الدارسين خاصة على المستوى العلمي الأكاديمي، الدراسات العليا، لمعرفة ما هو الدور الدبلوماسي لهذه المنظمات في الخارج. الدبلوماسية البرلمانية الآن مطلوبة جدا، وهي من أجل التنسيق ومن أجل التفاهمات. الآن دور الدبلوماسية لم يكون على حدة مع الخارجية فقط، ولكن الآن في دور دبلوماسي برلماني، المنظمات تحاول أن تتبعه، ولذلك نحاول الآن التنسيق مع كل البرلمانات العربية والدولية والمنظمات الإقليمية والدولية لوضع أسس وتفاهمات وتبادل الآراء ومشاركة الاتفاقيات ما بينها، حتى نأتي في مراحل متقدمة نكون على صف واحد وبقوة أكثر. التجربة المغربية مر 60 عام، لا يخفى على أي حد أن التجربة المغربية الديمقراطية في مجلس المستشارين ومجلس النواب تجربة قوية جدا، كانت في أصعب الظروف الماضية هي أبانت بأنها متوازية، لم تختل، بل بالعكس لها كثير من المميزات من خلال التشريع ومن خلال سن القوانين. وأنا أرى أن من أهم البرلمانات الآن البرلمان المغربي حقيقة في الوطن العربي. اللقاء هذا اليوم هو عبارة عن محاضرة لسعادة الأمين العام، يعني رئيس جمعية الأمناء العامون للبرلمانات العربية والأمين العام لمجلس الشورى، حول موضوع طبعا الأنظمة البرلمانية العربية ودور جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في الدبلوماسية البرلمانية. طبعا هذا اللقاء يأتي أولا في إطار انفتاح الجامعة المغربية من خلال جامعة الحسن الثاني وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية للشرق الأوسط البيضاء، طبعا على ما يصطلح عليه أو ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الجامعية. وبالتالي فمحاضرة اليوم هي مساهمة للانفتاح على الفاعلين طبعا الدوليين والإقليميين من خلال يعني سيادة أو سعادة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. طبعا هذا الموضوع اليوم سيتم الحديث فيه عن الأنظمة العربية ودور هذه الجمعية الخاصة بالأمناء العامين للبرلمانات العربية في خلق دينامية جديدة على المستوى العربي، على المستوى الإقليمي، على مستوى البرلمانات العربية، وهي فرصة طبعا لطلبة الجامعة، طلبة الدكتوراه، طلبة الماستر والأساتذة طبعا للتفاعل، للتقييم، للتلاقح، حتى يعني يكون هناك نوع من التواصل ونوع من التلاقح ونوع من التفاعل
التفاعل بين مؤسسات البحث العلمي والسياق الإقليمي والسياق الوطني والسياق المحلي، وبالتالي انفتاح الجامعة المغربية والكلية المغربية على الفاعلين الذين يمتلكون القرار والذين لديهم طبعا يعني الخبرة يعني ميدانية وتمرس عملي، وهي طبعا مناسبة للطلبة الباحثين الإنصات إلى خطاب آخر، أن يبتعدوا عن ما هو نظري، ما هو تأملي، ما هو قانوني معياري رغم أهميته وقيمته، وبالتالي انفتاح على مجال آخر اللي هو مجال الواقع، مجال الممارسة، مجال يعني الترابط ما بين الأبعاد الوطنية والأبعاد الدولية من خلال ما تقوم به البرلمانات العربية. سعيد اليوم بالتواجد في هذا اللقاء العلمي والتواصلي ذو الصبغة الأكاديمية، والذي يحضره ضيف كبير قيمة وعلما، وهو السيد سعادة دكتور أحمد بن ناصر بن إبراهيم الفضالة، هو رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والأمين العام لمجلس الشورى القطري. هذا اللقاء جاء لبداية تخطيط لمسار تشاركي بين الجامعة المغربية والمؤسسات العربية التي تعنى بقضايا المجتمعية الكبرى للدول العربية.